ورجعنا مع رأفت وأخباره اللي كده مليانة يعني أشياء فنية وفي أشياء لموسم الرياض. صحيح. وأنا عارفة أنك أنت كله هذا ومتحمس أنك تروح على الفورمولا 100%. يعني هلأ يمكن عم بعيش شغف مزدوج. أول شيء شغف تغطيتي الإعلامية دائما لكل المناسبات والحفلات الفنية اللي طبعا صار لي عم أشتغل فيها سنوات، ولكن أيضا أنا يعني متابع شغوف جدا للفورمولا 1. يعني مثل ما قلنا راح أنهي هذه الفقرة وأتوجه مباشرة إلى أبو ظبي. الجميل جدا في سباق الفورمولا 1 في أبو ظبي هذا العام أنه مش بس دائما بيكون هو آخر سباق في الموسم الرياضي طبعا الفورمولا 1، هذا السباق اللي حيتم يوم الأحد هو آخر سباق في العقد لهذه الموسم تبع الفورمولا 1. طبعا احنا بنعرف الفورمولا 1 بتبدأ كل 10 سنوات هناك يعني مثل تواصل كامل، عقد كامل من الفورمولا 1، فهذا السباق يوم الأحد هو آخر سباق في عقد الفورمولا 1 من سنة 2010 لسنة 2019. هي أول استضافة كانت 2009، فيعني شوف قد إيش عدى وقت، وكان قبلها المغرب في حلبة عين دياب، فقد ايش شوف يعني سبحان الله. بس انه انا مبسوطه انه دبي انه ابو ظبي دائما سباقه لاستضافه كانت الفورمولا يعني. صحيح. وشوف قد ايش عدت سنين طويله يعني من الفورمولا 1 الى الفن، يعني حرف الفاء وحرف الفاء 100% مع بعض. طبعا اليوم الفقره الفنيه مخصصه لاحتفالات اليوم الوطني الاماراتي اللي عم بتصير بمختلف الامارات، وتحديدا كمان في عندنا مقابله اليوم رح نحكيها عن الفعاليات اللي حتصير في دبي، وايضا رح نتكلم ايضا عن موسم الرياض والفعاليات اللي عم بتصير فيه. طبعا احنا ما رح اقدر اعدل لك كل الفعاليات اللي حتصير في دبي لانه فعاليات عديده وعديده جدا. صحيح. اختصرناهم بمقابله هيك اذا بدك غنيه وسريعه مع سهيل غباش واللي هي مدير اداره الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أبرز الفعاليات احتفالا باليوم الوطني الإماراتي 48. خلينا نشوف. نهني شعب الإمارات ونهني أنفسنا وقيادتنا بمرور 48 عام على دولة الاتحاد. هذا إنجاز للجميع، وخلال العامين القادمين إن شاء الله نحتفل بمرور 50 عامها بروحة مايلستون يعني بالنسبة لنا. طبعا هناك فعاليات على مستوى دولة الإمارات، في كل إمارة هناك احتفالات، في كل إمارة هناك فعاليات وأنشطة خلال اليوم الوطني وما قبل اليوم الوطني. بالنسبة لإمارة دبي طبعا عندنا احتفالات تبدأ من يوم الخميس إن شاء الله تنطلق، سواء كان من خلال تزيين في المدينة، سواء كان من خلال الحفلات الغنائية، الألعاب النارية، وأيضا هناك عرض إيماجن اللي هو في الفستيفال سيتي، أيضا سيكون تحت شعار احتفالات اليوم الوطني. أيضا هناك فرق شعبية متنوعة راح تكون موجودة في مراكز تسوق المختلفة تمثل تراث الإمارات وثقافة الإمارات. عندنا الحفلات الغنائية راح تكون موجودة في الأمير وأيضا في شارع السيف وأيضا في القرية العالمية. الحفلات هاي تتنوع ما بين الأسماء الكبيرة طبعا اللي هم حسين الجسمي وبلقيس وعيضة، طبعا ممكن اللي هم من خلال فيزيت دبي أو أيضا من خلال دبي كالندر ممكن يشوفون كل الفعاليات ويشوفون جداولها، وسواء كان الموقع الإلكتروني أو سواء كان مواقع التواصل الاجتماعي. احتفالاً باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تدعوكم لحضور حفلات اليوم الوطني في 29 من نوفمبر عيداً من هالي. كتبنا عقدها بفرح عودة وبارك عرسنا شعب وقادة. في الأول من ديسمبر بلقيس. أشوف الإعلام فوق أشوف. عيسى المرزوق. وإذا العيد أنا بجيبه خليك شغلة وجيب. في الثاني من ديسمبر حسين الجسمي. فحرش هيا الطامي نجم جمود الطامي لو بالثامنة غاير قطع شرع يا ولامي. مباشرة في لامير. فعلا مجموعة كبيرة وكبيرة جدا من الفعاليات بانتظارنا طبعا في دبي هذا الويك اند احتفالا باليوم الوطني الاماراتي. مثل ما شفنا يعني حتى حفل حسين الجسمي يوم الاثنين في 2 ديسمبر سيكون منقول مباشرة على قناة ام بي سي 1، وانا حكون ايضا في الكواليس والتقي حسين الجسمي بحول الله. يعني ايوه احنا حتكون لنا تغطية اكيد مباشرة احتفالا باليوم الوطني الاماراتي. عزكم عزنا والله يديم الامن والامان على هذه البلد الخيرة الطيبة.
ايضا من احتفالات اليوم الوطني الاماراتي مش بس في بالفن والاحتفالات، ولكن هناك يعني وثائقي سيعرض على قناه ام بي سي ايضا ابتداء من غدا، وهو سلسله وثائقيه ضخمه وفريده تكشف للمره الاولى عن تاريخ ارض الامارات العريق والممتد عبر 125 الف سنه من خلال اخر الاكتشافات الاثريه وباستخدام احدث تقنيات التصوير والعرض. نشوف البروم. القصه بدات منذ آلاف السنين، جمعت إرثا من الثقافة والحضارة لمجتمع كان أساساً لهذه النهضة. تاريخ يروي قصص الأجداد، يقلب الصفحات بين الماضي العريق والمستقبل المتطور، ويسلط الضوء على الأيادي التي ساهمت في صناعة هذا التاريخ. لكل أمة تاريخ. تاريخ الإمارات الجزء الأول والثاني غدا السادسة بتوقيت السعودية على ام بي سي 1. طبعاً يعني فينا نشوف قديش أهمية التوثيق في حفظ ونقل صورة تاريخ طبعاً الحضارات، وهذا يعني الوثائقي أنا تفرجت على التريلرز تبعه واضح جداً قديش فيه معلومات ثرية جداً عن تاريخ الإمارات، يمكن الكتار منا ما كان يعرفها قبل عرض هذا. أنا دائماً أستنى ام بي سي 1 لما بتعمل كل شيء وثائق، لأنه من جد بتعلم منه أشياء جديدة، وأكيد حتابع عن تاريخ الإمارات، لأنه زي ما قلت في أشياء إلا ما بنكون ما بنعرفها نتعرف عليها، وأنا أحبها أصلاً أشوفها أكثر من ما أقرأها كمان يا رافت. يعني قلت لك هذا ويك أند حافل، حنكون عم نغطي الفورمولا 1 ورح نشوف احتفالات اليوم الوطني الإماراتي، ولكن ما بيمنع أيضا أنه نروح ونسافر إلى الرياض أيضا قريبا، لأنه في حدث وحدث كبير جدا أنا مستنيه ومتشوق إليه، لأنه مايا دياب عم شارك فيه لأول مرة، وهو طبعا لوكاندا الأوباش المسرحية الغنائية اللي هي برؤية فنية جديدة على مسارح الرياض، حيث يواصل أبطال مسرحية لوكاندا الأوباش عمل البروفات لديهم استعدادا لعرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض المقرر عرضها في 4 ديسمبر. مسرحية هي مسرحية غنائية استعراضية تناسب كل أفراد العائلة، بطولة حسن رداد ومايا دياب التي تخوض تجربة المسرح للمرة الأولى، ويشارك في بطولة المسرحية من نجوم الكوميديا شيماء سيف، حمد المرغني والمطرب الشعبي سعد الصغير. كل هؤلاء يجتمعون مع النجوم ماجد المصري، هالة فاخر، ويخرج العمل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر. والله مسرحية ثياتريكال ميوزيكال، مش فقط هي مسرحية يعني فيها حوار وسيناريو، وإنما أيضا هنكون فيها ميوزيكلز أي عروض غنائية. أنا كتير حبيت الفئة، حبيت الأسماء الكبيرة اللي فعلا مشاركة، بس برضو الحماس الأكبر عندي إني أشوف مايا دياب لأنها أول مرة صحيح تمثل ولا وعلى خشبة مسرح. صحيح، نفسي أعرف متى بيلحقوا بيخططوا لكل هذه الأشياء، وهذا اللي بيصير بحضروا بالسر وبتمرنوا بالسر، آخر شيء بيعطونا الخبر حتى إنه يلا الأسبوع الجاي نحن صار في عنا هذا جاهز، ولكن التجهيز بيبدأ طبعاً قبل بأشهر، تمرينات سرية ما حتى ما بيكشفوا عنها على وسائل التواصل الاجتماعي لهم، حتى يعني حضروا لنا هذه المفاجأة. نتمنى لهم التوفيق أكيد، ومشاهدة ممتعة أكيد لكل زوار ومقيمين ومواطنين للرياض وموسم الرياض أكيد، يعني الله يوفقكم. من أيضا أحداث موسم الرياض المتعددة والمتنوعة أيضا كان في حفل صار من عدة أيام لحسين الجسمي، أصيل أبو بكر وبلقيس. الملفت جدا اللي فاتني في هذا الاحتفال رسالة حملها ووجهها حسين الجسمي الفنان الإماراتي طبعا الشامخ، حملها من شعب الإمارات إلى شعب المملكة العربية السعودية، وخصص أنه يطلقها في خلال هذه الحفلة، ونشر مقطع لهذه الرسالة بطريقة عفوية جدا، خلينا نشوف. عندي رسالة محملة من كل إماراتي للسعودية. يعني شعبين شقيقين جارين، الله يحفظ هذه الأخوة دائما بين الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقد إيش حلو لمن يعني هو من ضمن الفنانين المثقفين، أنا دائما أقول إنه الفنان الكبير حسين الجسمي فنان مثقف، وقد إيش يعني دائما بتصادف معه إنه ممكن يحمل رسالة يوجه فكر معين بشكل جدا حلو
وبنكون فرحانين وبنستناها منه يعني. وانا مستني اشوفه ان شاء الله في احتفالات يوم الوطن الاماراتي يوم. خدني معك. يلا مع بعض. انا على ابو ظبي هلا، باخذك معي على ابو ظبي. ايوه نروح على ابو ظبي مع بعض. يعني خلصت يا رأفت؟ خلصنا. هتسيبني لوحدي؟ طالع ابو ظبي يمشي. لا لا لا، انا سعيده بوجودك معايا. انتبه على نفسك، سوق على مهلك، ما تتحمس وتربو وما تربو. انا عارفك. أبداً. ايوه أبداً. خفف علينا وطمنا بس توصل. أكيد. شكرا لك رأفت.